أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي المشاهدين أينما كنتم متابعين متابعي قناة عدن الفضائية، ونحن في هذا البرنامج مشاهدين الأحبة برنامج سوا نبنيها. نحن اليوم شددنا الرحال صوب مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء. نحن جئنا إلى هذا المكان تحديدا مشاهدين الأحبة لنتعرف ونتلمس أوضاع النازحين هنا في هذا المخيم، مخيم الخانق التابع لمديرية نهم محافظة صنعاء. ولعلكم الآن تشاهدون هذه هي البداية الأولى لمخيم النازحين هنا بالخانق. إذا مشاهدينا الأعزاء، هناك عدد من اللقاءات وعدد من الروبرتاجات والتقارير حول مخيم الخانق التابع لمحافظة صنعاء مديرية نهم، فكونوا معنا. نداءات استغاثة تلقاها برنامج سوا نبنيها من قبل إخواننا النازحين الذين شردتهم حرب ميليشيات الحوثية الإجرامية من مدنهم ومنازلهم وديارهم منذ 3 سنوات عجاف لا يزالون يتجرعون مرارتها. يوم بعد يوم هنا في مخيم النازحين بالخانق بمديرية نهم محافظة صنعاء، برنامج سوا نبنيها لبى نداء هؤلاء النازحين في مخيم الخانق. ومع بزوق شمس هذا الصباح الباكر، وتحديدا من نقطة الانطلاق من هنا من محافظة مأرب 7 صباحا، كان التوقيت البدء بهذه الزيارة التلفزيونية صوب مخيم الخانق بمديرية نهم محافظة صنعاء. ساعتان من الزمان كانت كفيلة لنصل لمخيم الخانق بصنعاء، وهو مقصدنا في هذه الرحلة التلفزيونية المحاطة بالمخاطر من كل جانب. ونحن على مقربة من مخيم الخانق بصنعاء وعلى قارعة الطريق الوعرة، لفت انتباهنا تلك الصبايا الزهروات وهن يحملن في أيديهن دفاترهن المدرسية، وهن في طريقهن إلى هذه الفصول الدراسية المكونة من هذه الخيام هنا في البداية الأولى لمخيم النازحين في ظل شتاء وبرد قارس شديد البرودة وأصوات المعارك الطاحنة هنا خلف هذا الجبل الشاحق. بالإضافة إلى القذائف والصواريخ التي تطلقها ميليشيات الحوثية الإجرامية على مغربة من جوانب أطراف مخيم النازحين بالخانق. مشاهدينا الأحبة في كل مكان، نحن هنا الآن في مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء، ونحن جئنا إلى هذا المخيم لكي نتعرف مشاهدينا الأعزاء حول أحوال النازحين في هذا المخيم، مخيم الخانق التابع لمحافظة صنعاء، وتحديدا في هذه المديرية مشاهدينا الأحبة مديرية نهم هنا بمحافظة صنعاء، التي يوجد بها أعداد هائلة من الأسر التي نزحت من صنعاء ومن كافة المناطق التي تحيط بها الحرب من كل مكان، والذين جاءوا من تلك المديريات هربا من ميليشيات الحوثي التي هجرتهم من بيوتهم إلى هذا المكان. ولعلكم الآن مشاهدين الأحبة تشاهدون هذه المخيمات الكثيرة، وهذا هو مشاهدين الأحبة هو بداية لمخيم الخانق هنا في مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء. إذا مشاهدينا الأعزاء، نذهب ونتعرف ونتلمس حول أحوال النازحين في هذا المخيم، فكونوا معنا. من بين
هذه الصخور والأشجار المتناثرة هنا وهناك. صعدنا مشيا على الأقدام صوب أعلى تبة مطلة على مخيم النازحين لنوثق لكم مشاهدينا بالصوت والصورة من أعلى هذه التبة، وننقل لكم عبر عدسة كاميرا البرنامج حجم معاناة هؤلاء النازحين وهم اليوم يفترشون هذه الخيام في ظل برد قارس وشتاء شديد البرودة في هذا الوادي الذي يفتقر اليوم لأبسط مقومات الحياة، بالإضافة إلى الخطر الذي يحدق بهؤلاء النازحين بين حين وآخر وراء قمم هذه الجبال الشاهقة. هذه الخيام التي تشاهدونها أمامكم تبرع بها الخيرون من أصحاب القلوب الرحيمة والضمائر الحية الإنسانية كفصول دراسية لهؤلاء الأطفال النازحين في هذا المخيم. اقتربنا منهم أكثر وتعرفنا عن قرب عن أمنياتهم وعلى لسان حالهم وبراءتهم الطفولية هكذا تحدثوا إلينا. رغم الألم والجوع والفقر والمعاناة وبرودة الشتاء وأصوات الحرب والمدافع التي يسمعونها بين حين وآخر هنا بمخيم النازحين بالخانق بصنعاء. أحبتي الكرام، نحن الآن هنا في مخيم الخانق هنا بمديرية نهمة التابعة لمحافظة صنعاء، والآن طبعا تقوم منظمة اليونيسف طبعا بالنزول إلى هذا المخيم طبعا في هذا البرنامج، وهم الآن يقومون بتوزيع الحقائب المدرسية وكذلك
الصابون لهؤلاء النازحين الذين شردتهم الحرب ميليشيات الحوثي، وهم الآن في مخيم الخانق هنا. وكما تشاهدون هؤلاء هم الطلاب أو الطالبات بالأصح، هنا طلاب وطالبات المخيم هنا في مخيم الخانق في هذا الوادي الفسيح هنا في مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء. مشاهدينا الأحبة، نحن الآن في مخيم الخانق التابع لمديرية نهم محافظة صنعاء، ونحن قمنا بهذا النزول الميداني في برنامج سوا نبنيها، وأنا أقف الآن بجانب طالبات هذا المخيم في نهم محافظة صنعاء. ومعنا الأمورة، نتعرف عليك، إيش اسمك؟ آسيا. آسيا من؟ آسيا علي محمد صالح. صف كم يا آسيا؟ ثالث. صف ثالث. إيش المواد اللي بتدرسوها هنا؟ الاجتماعيات والرياضيات والقراءة والعلوم والقرآن. حلو. طيب المادة اللي بتحبيها أكثر أنت في المدرسة إيش المادة؟ التربية الإسلامية والقرآن والاجتماعية والرياضيات. ممتاز. طيب إيش حابة تكوني في المستقبل؟ أي شيء، دكتورة ولا أستاذة ولا. يا سلام. طيب الناس اللي بيشوفونك الآن في التلفزيون إيش بتسمعيهم؟ الأنشودة. يلا يلا نسمع. الممرضة رأيتها نظيفة نشطة خفيفة، فؤادها رحيمة وعطفها عظيمة، لطيفة الكلام تعمل في نظام، تطوف بالدوايا الصبح والمساء، إن أحد دعاها أسرع في خطاها، تظل كالفرشة تطوف في بشاشة، من حجرة لحجرة وأسرة لأسرة. يا سلام، تصفيقة تصفيقة لآسيا يا شباب. إذن لازلنا معكم مشاهدينا الأعزاء، ونحن هنا في مخيم الخانق هنا في مديرية نهم التابع لمحافظة صنعاء، ومعنا الأمورة الأخرى من هنا من الخانق. نتعرف عليك؟ ندى محمد حسين أحمد كريشان. يا سلام يا كريشان، صف كم أنت؟ ثالث. صف ثالث؟ إيه؟ إيش المادة اللي بتحبيها كثير؟ القرآن والعلوم. يا سلام. طيب إيش أنت حابة تكوني في المستقبل؟ طبيبة، معلمة، ايش ما كان. يا سلام. طيب الناس اللي بيشوفونك الان في التلفزيون ايش بتسمعيهم؟ امي وابي. يلا نسمع. امي وابي ماشيهم. ابي اشترى لي ساعة. يلا ابي اشترى لي ساعة. ابي اشترى لي ساعة، فلم انا من الفرح قطعها قطعها عقاربها وكهربا قطاعها، لا ينفتح بالليل تمشي نهار، ألم تقف أو تستريح، إذا سمعت صوتها يدق قلبي ينجرح، كلما أبصرها واثني عليها مدح أعرف كاتبها وقت الدروس والفن. أيضا مشاهدينا الأعزاء، هذه هي أحوال النازحين هنا في مخيم الخانق التابع لمديرية نهم محافظة صنعاء. وننتقل الآن ومعنا الأمور هنا، وهذا الطالب في مخيم الخانق، إيش اسمك؟ محمد قاسم أحمد الموجاني. يا سلام. صف كم؟ صف ثاني. صف ثاني. ايش المادة اللي بتحبها كثير؟ القرآن والعلوم. تمام. طيب ايش حاب انت تكون في المستقبل؟ ايش ماجي. يا سلام. طيب بقول لك حاجة، الناس اللي بيشوفونك الان في التلفزيون ايش بتقول لهم؟ نشيد. يلا نسمع نشيد. الله رب الخالق أمدنا بالأرزاق، إذا دعاها الداعي يحقق المسائي، حل الأمور ويدفع الشرور، وكل شيء عندك حكمة وعدة، أنعم به من خالق أنعم به من مكرما. نتعرف عليك، إيش اسمك؟ زايد ناصر. زايد ناصر. صف كم يا زايد؟ ثاني. صف ثاني. إيش حاب تكون في المستقبل؟ إيش ما جاء. دكتور، طبيب، معلم، ايش؟ معلم. يا سلام. ايش النشيد اللي بتسمعنا اياه؟ انسألتوا. يلا نسمع. انسألتوا عن الله الرحمن الرحيم، وانسألتوا عن نبي وانسان عظيم، سألتوا عن كتابي وقرآن كريم، سألتوا عن عدوي وشيطان الرجيم. تصفيقة تصفيقة للأمور. ومعنا آخر المشاركين هنا في مخيم الخانق، ايش اسمك؟ محمد ناصر. محمد ناصر كريشان. كريشان. صف كم؟ صف ثالث. صف ثالث. طيب ايش بتسمع نحن؟
نشيده. نسمع الله. انني اليوم صغير ادرس العلم الثمين، كثر مني بلادي فقد خير معين، اني ما كنت فقلبي دائما يهف اليه، كفي لا اعشق وارض وعاش اجدادي عليها، كل ما فيها جميل سهول وجبال، جوها صافي بذيع ما هو عذب زله، نعوش النفس هواء فول النفس شفاء، لو نعيش تحت سماء في وفاق واخاء. تسويق لوكريشن. ومشاهدينا الأحبة، الآن سننتقل من هنا من هذا المخيم إلى بقية المخيمات في هذا المخيم الفسيح في هذا الوادي الخانق. إذا مشاهدينا الأعزاء، في هناك كثير من الفقرات وكثير من اللقاءات سوف نجريها في المخيمات التي سوف نستهدفها في هذا النزول وهذا البرنامج، برنامج سوا نبنيها، فكونوا معنا. انطلقنا من هذه المدرسة صوب بقية الخيام المدرسية الأخرى للنازحين هنا بمديرية نحم، ونحن نوثق لكم مشاهدينا بالصوت والصورة حجم معاناة هؤلاء النازحين الذين يقطنون هذه الخيام المتناثرة هنا وهناك على امتداد هذا الوادي بمديرية نحم. مشاهدينا الكرام، لازلنا نتجول من مدرسة لأخرى ومن مكان لآخر هنا في مخيم النازحين بالخانق في مديرية نهم محافظة صنعاء. طبعا هذا هم طلاب النازحون هنا في هذا المخيم الذي شردتهم ميليشيات الحوثي من بيوتهم وسكنوا في هذا الوادي الفسيح. ولعلكم الآن مشاهدينا الأحبة تشاهدون هؤلاء الطلاب النازحين هنا في هذا الوادي بالخانق.
نتجول ونوثق لكم مشاهدينا بالصوت والصورة معاناة الطلاب والمعلمون هنا بمخيم الخانق. تلمسنا أوضاعهم عن قرب وتعرفنا أكثر على لسان حالهم حول الأجر الزهيد الذي يتقاضونه المعلمون في هذه المدرسة الخاصة بالطلاب النازحين، والذي يقدر عددهم 16 معلما ومعلمة يعملون براتب شهري بمقدار 30,000 ريال. لازلنا معكم مشاهدينا الأعزاء، وكما تشاهدون هذه هي إحدى مدارس النازحين هنا في مخيم الخانق في مديرية نهمة التابعة لمحافظة صنعاء. وكما تشاهدون هؤلاء هم الطلاب النازحين في هذا المخيم الذين يدرسون أيضا في ظل برد قارس في هذا الفصل، فصل الشتاء. أيضا معنا مشاهدينا الأحبة في هذا اللقاء الأستاذة جهاد محسن، وهي أيضا معلمة في مدرسة النازحين هنا في الخانق. أهلا بك في برنامج سوا نبنيها. اهلا وسهلا بكم. استاذة، لو تحدثينا عن الدعم الذي تتلقوه هنا في هذا المخيم. نحمد الله بجهود الداعمين هذا، قدرنا نبني يعني مدرسة في منطقة نائية بعيدة عن مقومات الحياة بشكل عام، حتى الماء يكون فيها من معدوم، منها جمعية الكويت لمساعدة الطالب، وكذلك جمعية من ائتلاف صنعاء، كذلك اليونسف دعمتنا دعم كبير، وكذلك جمعية مساعدة الطالب حضرموت. ونشكر أي دعم آخر لم نذكر اسمه ممكن نسيناه لدعمه هذا المدرسة، فمنهم اليونسف دعمتنا بخيمة، بكراسي، بصبورات، كذلك بشنطة ترفيهية. إذن أستاذة، لو تحدثينا أيضا عن حالة الطلاب في هذه المدرسة، كيف تجري عملية التعليم هنا في مدرسة النازحين، خصوصا وأنتم الآن تعملون في هذا الوادي الفسيح هنا في مخيم الخانق الذي يفتقر لأبسط مقومات الحياة اليوم. طلاب بشكل عام مستواهم التعليمي كان ضعيف جدا بسبب بعدهم عن المدرسة مدة عامين كاملين، فلما رجعوا المدرسة رجعوا بشكل ضعيف في الإملاء، ضعيف في الحروف الهجائية، ضعيف في القراءة، ضعيف بشكل عام. فبدأنا الحمد لله أن احنا نخليهم يحبوا التعليم ويحبوا المدرسة نفسها ويداوموا فيها بشكل كبير، ويدرسوا ويقرأوا ويتكلموا ويتعلموا القراءة والكتابة بشكل أساسي، هذا اللي بنركز عليه في بداية. فصح في هناك صعوبة يعني يعانيها الطلاب، مثلا من قساوة البرد الشديد، يعني الساعة 9 عندنا هنا الصباح، الساعة 9 تماما، وعاد البرد شديد، الطالب ما يقدرش يمسك القلم من قوة البرودة يعني. وهذه أيضا دعوة مشاهدينا الأعزاء إلى أصحاب الأيادي البيضاء وأصحاب القلوب الرحيمة من أجل دعم هؤلاء الطلاب النازحين هنا في مخيم الخانق. أستاذة كمان، لو تحدثينا عن عدد الفصول في هذا المخيم، وبكم تقدر عدد الخيمات التي يدرس فيها هؤلاء الطلاب البنين والبنات هنا في مخيم الخانق؟ عدد الخيام كشكل أساسي مثل معنا صف أول فصلين، ثاني فصلين يكون 4، ثالث ورابع إلى صف ثاني إعدادي، يكون المجموع هنا 5 وهنا 5، 10 مع إدارة يعني إدارة وغرفة مدرسين وغرفة مدرسات. هذا هي ما تكون فيها المدرسة، من كذلك ألعاب يعني من أرجوحة وطحاطيس ما أدري اسمها، وكذلك دورة مياه، هذه ما تكون منها الخيام. أما بكم القدرة المالية لا أعلم. عدد المعلمين بكم يقدروا عدد المعلمات في هذا المخيم؟ حوالي 14 أو 15 مدرس من دون المدير، يعني المدير يكون 16. هذول المدرسين اللي يدرسوا هنا ما يعني عدم توفر الرواتب لهم، بيكون الدعم قليل بالنسبة للمدرس. وهذه من أبرز الصعوبات التي تواجهونها هنا في مخيم الخانق. في معنا مثلا إذا في واحد جاب حاجة مبلغ مقدره قليل، يعني ما يكونش يغطي كراتب مدرس، بس كدعم يعني تشجيعي لنا المدرسين، نتمنى أن احنا نلقى راتب كأي مدرس له حق في أن يملك راتبه إن شاء الله. إذا أستاذ جهاد، ما هي المناشدة الأخيرة من هنا من هذا المخيم، ولمن تحبي أن توجهيها في نهاية هذا اللقاء؟ أنا أوجه أول شيء هذا الكلام لكل إنسان يجد في قلبه ذرة رحمة وذرة أخلاق وإنسانية ليرى أحوال هذول الناس في هذا المكان الذي لم أشأني صعب الحياة فيه، بس أن يذهبوا إلى أين يعني ما بش لهم أي مكان يلتجئوا فيه إلا هذا المكان الذي لا توجد فيه أي حتى أبسط مقومات الحياة معدومة فيه، بس أين يذهبون؟ Thank you.
خيم الخانق هنا في مديرية النهم التابعة لمحافظة صنعاء. نلتقي هنا بأحد الأساتذة يكلمنا حول معاناتكم أيضا وكيف تقوموا بالواجب الوطني في هذا المكان وفي هذا المخيم بالذات. والله نحن قدمنا إلى هذا المخيم لنشاطر هؤلاء الأطفال وكي يبعدوا عن أماكن الصراع وعن مناطق الصراع، ونحن جئنا تأدية للواجب، لكن كما تشاهدون كل واحد من المعلمين لديه أسرة ونحن إلى الآن بلا مرتبات. يعني جاءنا محافظ صنعاء واكتفل بمرتبات المعلمين، أعطانا مرتبات 8 معلمين ونحن 15 معلم مع معلمي صلب ومع أيضا اللي هو مدير المدرسة 16، فأعطانا المحافظ من 30,000 لـ8 مدرسين، فاضطرينا أن نوزعها على 10 مدرسين اللي هم موجودين في هذه المدرسة دون فرع صلب، يعني على أساس تستمر العملية التعليمية. فنحن وقد قدمنا إلى هنا ونبذل ما بوسعنا، لكن نحن بحاجة إلى مسألة الراتب لأنه كل واحد منا وراء أسرة، ثم أيضا نحن المعلمين في هذا المكان وبالأخص هذه المنطقة البرد فيها شديد. يعني بعض المعلمين معه 3 إلى 4 أولاد، معه 3 بطانيات في البيت، يعني برد قارس وهذه الأيام البرد في أوج، فنحن بحاجة إلى سكن. أيضا أنا بالنسبة لي أنا ساكن في المدرسة بحاجة إلى أثاث للسكن داخل المدرسة، والمدرسين الآخرين بحاجة إلى سكن لأنهم مع عوائلهم. ثم أيضا مسألة الماء، مسألة التغذية، لأنه تخيل يدرس الأستاذ أو الأستاذة وخاصة المدرسات تدرس من الصباح للساعة 12 ظهرا، وبعدين تروح تعود إلى بيتها وتحتاج أن تصنع طعام تصلح غداء ومن هذا القبيل. لذلك نحن نريد أن نحل إشكال هذه الإشكالية، فمن أراد أن يعيننا في هذا فنسأل الله أن يوفقوه وأن يجزي الخير. ونحن نحاورهم بعثوا عبر أثير برنامجنا مناشدة شديدة اللهجة إلى كل المسؤولين والأيادي البيضاء وأصحاب القلوب الرحيمة والضمائر الحية بمد يد العون لهم ولأطفالهم وأسرهم الذين يعانون اليوم برد شتاء قارس لا يرحم. إذا مشاهدينا الأعزاء، أيضا نحن في مدرسة النازحين هنا بالخانق ومعنا أيضا معلمة من المعلمات الأستاذة نسيمة الخولاني. أهلا بك في برنامج سوا نبني. أهلا وسهلا بكم، نشكركم على زيارتكم هذه. أيضا بمشكلة المرتبات، مرتبات المدرسين نأمل منكم أو يعني زيادة أو إضافة فوق مرتبنا، لأن المرتب اللي بده لنا يا حي الله ما يكفي. نحن نقدم رسالة، رسالتك لمن حبت توجيها؟ لا الذي لهم الامر للمنظمات اليونيسف، للمنظمات الداعمه لنا. نعم رسالتي ان يزيدوا لنا او يضيفوا مرتباتنا او يكثفوها بالقليل، لان المرتبات اللي بدونا بسيطه ما تكفي، واحنا في منطقه يعني نحتاج الى الماء، نحتاج الى الغذاء، نحتاج الى كل حاجه وكل شيء هنا بزلط بفلوس. نامل منكم ان تضيفوا لنا يعني تزيدوا المرتبات حقنا. او اما بالنسبه للسكن، سكننا هنا يعني في خيم، معنا ثنتين خيم واولادي بيسكنوا ورقدهم في المطبخ، وما أصلح. نأمل منكم أن تدونا شبكات أو يكثفوا لنا الخيام، كما أنهم أيش يدوا لنا أثاث منزل من فراش، بطانيات، مخدات، أيضا أثاث للمطبخ، أدوات مطبخ، أدوات يعني ملابس للجهال عشان البرد، عشان هكذا إحنا هذا اليوم نمر في أيش في وقت غير الوقت اللي كنا فيه. كنا في صنعاء ما شاء الله، لكن إحنا هنا في هذه وخاصة في الخانق. نأمل منكم، نأمل من كل من يدعمنا في هذه المنطقة أن يبذل يد الخير إلينا ويساعدنا، لأننا في هذا المنطقة نحتاج إلى كل الأيادي أن تعاوننا، وشكرا لمن يدعمنا، ألف شكر. ماذا لو تحدثنا كمان عن الدعم، هل وصل الدعم إلى هذه المدرسة أو إلى هذا المكان تحديدا؟ لأنه نسمع أنه كثير من الدعم يوصل إلى المخيم الخانق. بالنسبة للدعم إلا بيصل، بس بيصل ما شاء الله، والناس هنا واجدين بكثره، يعني يا حي الله الدعم الماء هذيك وصلت للناس اللي ما بجمعهم. احنا معانا يعني خزانة بسيطة، اشتي دونا خزان أكبر، الدعم بيوصل الدعم، لكن الناس هنا متواجدة كثير، الناس كثير بيجي وصل لنا حاجة للبطانية، قدرنا هنا سنة ما وصلتنا إلا بطانية. نأمل منهم أن يعني يزيدوا من الدعم، يكثفوا من الدعم عشان تكون للناس كامل، ما بدوش للناس وناس لا،
وشكرا. إذن هذه هي رسالة مشاهدينا الأحبة لكل المسؤولين وأيضا لأصحاب القلوب الرحيمة وأصحاب الأيادي البيضاء أن يدعموا هذا المخيم الواقع هنا في محافظة صنعاء في مديرية نهم، تحديدا هو مخيم الخانق. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. تعب تعب عني شديد من زم الغل دب عني كل يوم دبه ولا تفانا. أول حاجة من هذا نورد من الغل وما بش معنى ملا من الغل وشوعة يعني ما وسخ قداره. أفراد انتصر بنعبي ماء من هنا ونأخذها للخيمة يوميا. نشرب من هذا الماء ونسوي منه ونطبخ منه ونتحمم منه صح ان احنا بنتعب غير ما مش معانا غير قد ناس خيرات مرضوا من هذا الطلب. احنا نشتي ما نضيف ما نشتي من هذا الماء لأن هذا ما يدي لنا المرض. أين فاعلين الخير يدل لنا ما نشرب؟ أين فاعلين الخير يدل لنا ما نشرب؟ في هذه الفصول يتعلمون ويتحدون الصعاب والجوع والفقر والمرض والأخطار المحدقة بهم من كل جانب، أملا وتفاؤلا بغد مشرق عله ينسيهم ذكرياتهم الأليمة في سائر الأيام. فلاح شطار في مفردها فلاح. ما زيدنا عليها لا موقع الجامع من يقول لي شيبن عائشة. منظمة اليونيسف تفاعلت مع معاناة هؤلاء النازحين الذين شردتهم الحرب من بيوتهم وديارهم، ولبت نداء هؤلاء الطلاب النازحين بمخيم الخانق، وعملت على توفير وتوزيع الحقائب المدرسية وصوابين التنظيف وغيرها من المساعدات الإنسانية لهؤلاء الطلاب النازحين بمخيم الخانق بمديرية نهم محافظة صنعاء. أحبتي الكرام، أيضا معنا منسق منظمة اليونيسف هنا في هذا المخيم، مخيم النازحين هنا في مديرية نهم محافظة صنعاء. حقيقة ونحن نسجل هذا اللقاء هنا في هذا المخيم ونحن نسمع أصوات المدافع التي تدك أوكار ميليشيات الحوثي هنا في محافظة صنعاء، ونحن الآن على مقربة من محافظة صنعاء. أيضا نحن في مخيم الخانق الذي أتينا إليه اليوم في هذا الصباح الباكر، ومعنا الأستاذ عبد الغفار قاسم سوف يحدثنا عن التكملة الأخرى للدعم الذي تقدمه منظمة اليونيسف لمخيم النازحين، وخصوصا نحن في هذه المدرسة مدرسة النازحين هنا في مديرية نهم محافظة صنعاء. أهلا بك أستاذ عبد الغفار، ولو تحدثنا عن الدعم الذي سوف يستكمل لهذا المخيم.
طرحوا أصحاب المخيم بأنهم بحاجة إلى سبورات وأقلام للسبورات ونقص في المنهج المدرسي. سيتم التواصل إن شاء الله يوم غدا مع مدير مكتب التربية بالمحافظة بمحافظة مأرب على تزويدهم بهذه الأشياء، وإن شاء الله يوم غدا سيكون هنا عندهم في المخيم إن شاء الله تعالى. كما قدمت اليونيسيف، نشكر منظمة اليونيسيف القائمين عليها في صنعاء بكل الجهود الذي يقدمونها للمحافظة مأرب، ونحن جئنا من محافظة مأرب إلى هنا للدعم إخواننا النازحين في المخيم. جبنا معنا الشنات والصابون، وقد تم دعمهم بمقاعد مدرسية من القبل والعام الماضي في مخيم وحقائب ترفيهية وأشياء أخرى مقدمة من منظمة اليونيسيف. أحبتي الكرام، معنا مساعد منسق منظمة اليونيسيف هنا أيضا، الذي قام بزيارة إلى مخيم الخانق هنا في مديرية نهم محافظة صنعاء. أيضا الدور الإنساني الذي تقوم به منظمة اليونيسيف في كل المحافظات، هذا إنما يشكل يعني خدمة لكل النازحين أيضا في محافظة صنعاء وكل المحافظات اليمنية. الأستاذ نبيل، لو تحدثنا عن الدعم الذي تقدمونه للمخيمات النازحين في كل من الأماكن، تحديدا نحن الآن في محافظة صنعاء في مديرية نهم التي تشهد أيضا صيف، التي تشهد أيضا شتاء وبرد قارس لا يرحم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. منظمة اليونيسيف تقدم الكثير من الدعم، وبالذات مخيمات النازحين. الأستاذ وليد نعمان مدير المنظمة الميداني زار المخيم وأصر أنه يكون الدعم للمخيم. تم الدعم بفصول دراسية عبارة عن خيام، صبورات، كراسي، حقيبة مدرسية، شنطة ألعاب ترفيهية مزودة بالشباك والطائرة وكرة الطائرة وكرة السلة، وإضافة إلى حقيبة الطلاب وصابون. أيضا تم الدعم حول عملية غسل اليدين والاهتمام بالنظافة الشخصية للطالب والمظهر للطلاب. أحبتي الكرام، نحن هنا أقف الآن أمام هذه العيادة المتواضعة الصغيرة هنا في مخيم الخانق الذي تفتقد اليوم لأبسط مقومات الحياة. هذه العيادة مشاهدين الأحبة ينقصها الكثير والكثير من الأدوية والإبر، ومع تزايد أعداد المواطنين والنازحين هنا في هذا المخيم الذي تحيط به الجبال من كل ناحية. هؤلاء هم النازحين الذين قدموا من محافظة صنعاء وما قاوموا وارها ليسكنوا في هذا الوادي الفسيح. هذا المخيم وهذه العيادة البسيطة هي الوحيدة هنا في مخيم الخانق، وتفتقد اليوم لأبسط مقومات الحياة من الأدوية وغيرها. إذن هي مناشدة لكم مشاهدين الأحبة، ومناشدة إلى وزارة الصحة وإلى المنظمات الإنسانية وإلى القلوب الطيبة وإلى أصحاب الأيادي البيضاء أن يقوموا بزيارة مخيم الخانق ويتعرفون أكثر عن حال الناس في هذا المخيم. إذا المشاهدين الأعزاء، نحن تجولنا وسنتجول أيضا ونتعرف عن الأوضاع في هذه العيادة وما ينقصها في هذا اللقاء، فكونوا معنا. هذه العيادة التي تستقبل أكثر من 35 إلى 40 حالة يوميا، أغلبهم من الأطفال الذين يعانون أنواع الأمراض جراء سوء التغذية والبرد القارص، انتشار الأوبئة والأمراض التي أصابت هؤلاء الأطفال بمخيم الخانق تعد كارثة إنسانية لدى المخيم نتيجة لنقص الأدوية والمستلزمات الطبية في هذه الحياة. التهابات الصدر والسعال الحاد والحمى والإسهالات الشديدة التي أصابت كثيرا من الأطفال مطلع هذا الأسبوع نتيجة لنقص الكثير من الأدوية التي يحتاجونها اليوم أكثر من أي يوم مضى. أحبتي الكرام، أيضا معنا أحد النازحين هنا في مخيم الخانق، هو أيضا دكتور، نتعرف عليك. دكتور يحيى عايض، من أبناء حريب نهم، نازحين هنا في الخانق من أكثر من 3 سنوات. وفي البداية نرحب بقناة عدن ونرحب بالضيوف الكرام، نشكرهم على زيارة المخيم. ثاني حاجة، نناشد عبر قناة عدن الفضائية، نناشد عبرهم ونطلب منهم سمعة يعني إيصال صوت النازحين
الى الجهات المعنيه او الجهات الدفاع الخير والمنظمات ومركز الملك سلمان بالمزيد من الدعم لهذا المخيم. ولانها لان احنا الحين في شهر 12 يعني برد قارس وبرد شديد، وفيه احتمال في حاله توفت قبل 4 ايام او 5 ايام احتمال انه من البرد. فنناشد عبركم وعبر هذا القناه المحترمه بايصال صوت النازحين الى المخيمات بحاجه الى خيام وبحاجه الى بطانيات واثاث، ولان المخيم هذا كل يوم هم يزدادوا كل يوم هم يزدادوا. وشكرا لكم على زيارتكم. أحبتي الكرام، وصلنا إلى منتصف هذه الحلقة، ونحن الآن نودع مخيم الخانق التابع لمديرية نهم بمحافظة صنعاء. إذن مشاهدينا الأعزاء، سوف نستكمل الجزء الثاني من هذا البرنامج وسنتجه صوب محافظة مأرب، وهناك سوف نزور مخيم آخر من المخيمات وهو مخيم صرواح. إذن مشاهدينا الأعزاء، نبقى مع فقرات ومواد برنامجنا برنامج سوا نبنيها، فكونوا معنا. اهلا ومرحبا بكم احبتي الكرام متابعي برنامج سوا نبنيها في الجزء الثاني من هذه الحلقه. نحن مشاهدينا الاعزاء ذهبنا الى مخيم الخانق بمحافظه صنعاء مديريه نهم، ونحن على وجه التحديد في الجزء الثاني من هذا البرنامج في مديريه صرواح وفي وادي اذنه هنا في محافظه مأرب، ومن أمام هذه العشش وهي الآن تعتبر أكبر تجمع سكاني للنازحي صرواح الذين تركوا ديارهم ومنازلهم جراء الحرب الطاحنة التي أشعلتها ميليشيات الحوثي. إذن مشاهدينا الأعزاء، نحن تجولنا في وادي دنا وفي مدارس صرواح وتعرفنا بل وتلمسنا أوضاع النازحين فيها، وكذلك طلاب المدارس النازحين في مديرية صرواح وما جاورها، وخرجنا بحصيلة من اللقاءات. إذن مشاهدينا الأعزاء تابعونا. والذي نزحنا من بلادنا، لولاه كان احنا في بلادنا. الزجاج كيف مكسر بها من البر، الزجاج من البر. نعاني من البرد، كل الأم تدعي لولدها أنهم يساهموا ويندروا الحوثيين من يندروا الحوثيين من بلاد. أتمنى أن بلادنا تتحرر من كل غازي وحوثي ومستعمر. نزحنا من ديارنا عشان سب الحوثي من صرواح، هدم ديارنا وقتلوا أهالينا ونحن في حالة ضعيفة، فساعدونا في هذه المدارس. النوافذ ماشي معنا، والماسات قليلة، والكتب ما هي متوفرة، والصبورات كذلك، والخيام، ونشتي المساعدة في هذه الكتب. احنا الحين ماشي كتب، ساعدونا فيها، وكذلك الماسات والصبورات
والطياق والنوافذ. أحبتي المشاهدين، أيضا نحن نتلمس أوضاع المشاهدين هنا، وهذه هي براءة الطفولة. ومعنا الأمور، إيش اسمك؟ زايد. من فين زايد؟ من صروح. إيش بتسمعنا إحنا الآن؟ الناس اللي بتشوفك بالتلفزيون الآن إيش بتسمعهم؟ سمعهم نشيد إسلامي. يلا نسمع. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع غرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. سنحطم قيد مآسينا، وندك حصون أعادينا، ونزمجر وسط أعادينا لرسول الله. رجل قد جمع الإحسان، بالحكمة والصدق زدانا، وبه ظهر الحق وبانا برسول الله. لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا، لا ندري كيف تطرقتم برسول الله. شلة أيد بتماديها، قد حفرت قبرا يحويها، فيما قد رسمت هادينا ورسول الله. أحبتي الكرام، معنا الأستاذ أحمد محمد الزايدي، مدير مدرسة صوابين هنا في مديرية صروح محافظة مأرب، الذي سيحدثنا عن عدد النازحين هنا في هذه المدرسة وكيف يتم التعامل معهم، وهي أهم وأبرز المعاناة لهؤلاء النازحين. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب ببرنامج صوابين بنيها قناة عدن. نحن في مدرسة صوابين لدينا ما يقارب 1500 طالب وطالبة، الأغلبية من النازحين الذين نزحوا من أغلب مديرية صروح، كذلك من بعض المحافظات الأخرى، كذلك يعني تضاعف العدد النازحين، أصبحت الفصول لا تكفي لدينا، معنا فترة صباحية وفترة مسائية. حالة النازحين يرثى لها تامة، استحام شديد لدينا، أصبحت الفصول والمقعد الواحد لا يكفي لأربعة طلاب. نحن نقوم بعملنا على أكمل وجه، ونتمنى أن ينظروا الجهات المعنية إلى حالة الطلاب أو النازحين في كثير من الجوانب، مع دخول البرد، مع دخول البرد القارس الذي حتى اضطرر منها الطلاب واضطرر منها النازحين على مستوى المزارع وعلى مستوى البني آدم. هذا ما نحب نذكره. أحبتي الكرام، لازلنا نتجول ونتلمس أوضاع النازحين هنا وهناك، وتحديدا هنا نحن مشاهدين الأحبة في مديرية صروح محافظة مأرب، وعلى وجه التحديد نحن هنا في مدرسة صوابين، ومعنا الأستاذة صالحة الزايدي التي ستحدثنا عن معاناة النازحين هنا في هذه المدرسة. هؤلاء هم النازحين الذين نزحوا من بيوتهم جراء الحرب الطاحنة التي أجبرتهم على النزوح إلى هذا المكان. أهلا بك أستاذة في برنامج سوا نبنيها. أهلا وسهلا بكم. اليوم جيتوا، الحمد لله أن أنتوا جيتوا تشرفونا في هذا المكان، في هذا المكان العام، استهدفوا هذا المهمش، يعني في النازحين أصبحت من ضمن المهمشين، ولا أن هناك كثافة معنا طلاب في هذه المدرسة تحوي عدد كبير من الطلاب، إلا أن هذه المدرسة صغيرة جدا، وبذلك اضطرينا وقسمنا هذه المدرسة إلى قسمين، فترة صباحية وفترة مسائية، إلا أنها لن تتسع بعد قسم المدرسة، بعض الفصول فيها من شعبتين، شعبة تكون من 50 طالب، وبنينا 3 خيام، إلا أن هذا الخيام تقطعت من الشمس ومن الرياح، ونريد لفتة كريمة من. بس لو تحدثينا أستاذ عن أبرز المعاناة. أبرز المعاناة للنازحين بشكل عام في مديرية صروح. أبرز المعاناة هي معاناة
حول المسكن، لم يجدوا مسكن إلا هناك خيام، لكن هذا الخيام تقطعت لن تقيهم شدة البرد، وأيضا الطلاب لا يوجد لديهم ملابس شتوية، وأيضا البطانيات لا يقدرون، من البطانيات لا تقيهم من البرد، يعني بطانيات خفيفة نزحوا على أساس أنهم بيرجعوا بلادهم لأنها الطيران والحرب، وهذا سبب المشاكل، لم يستطيعوا من أن ينقلوا أثاثهم معهم، لذلك يعني في حالة يرسلها نريدكم تنقلوا الواقع، نريدكم تصوروا. تحدثينك عن العدد النازحين هنا في هذه المدرسة. أكثر من 90% طلاب نازحين، أكثر من 90% في هذه المدرسة طلاب نازحين، وحالتهم صعبة. ماذا عن السكن والمأكل والملبس؟ السكن خيام بس، نريدكم تنقلوها تصوروها إن شاء الله بضرب العالمين، صوروها خيام قطعها، يعني يكلمون النازحين. اليوم كلموني الطلاب وأنا في المدرسة، قالوا والله يا أستاذ إحنا ندفب 3 بطانيات ولا نقدر إن إحنا، والبرد عدو قارص، يعني أنتم تعلموا بشدة البرد. أيضا المواد الأساسية بعض النازحين ما يقدر إنه يأكل نفسه، المواد الأساسية نقص فيها، نريدكم تستهدفوا هذا، ناشد المنظمات، ناشد المجتمع المحلي، ناشد محافظة مأرب، ناشد الجهات المعنية أن يلتفتوا إلى هذا الفئة، هذا الفئة مهمشة، وإن شاء الله بإذن رب العالمين تكونوا على قدر المسؤولية وتلتفتوا لفتة كريمة. أيضا تعليم الفتاة، الحمد لله الفتاة بإقبالها كبير في هذا المدرسة، إلا أنهم يعانوا من نقص في الكتب، أيضا نقص في المقاعد المدرسية، أيضا نقص في الفصول، ونريد لفتة كريمة من جميع الجهات المختصة. أنا بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي. قولوا لأمي ما تزعليش، وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لأمي ما تزعليش، وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا أمي، أموت أموت وبلدنا تعيش. أمانة بصولي ايديها وتسلموا لي على بلادي، من هنا أحبتي الكرام أينما كنتم، من هنا من وادي دنا ومن أمام هذه البحيرة العظيمة التابعة لسد مأرب العظيم، وكما تشاهدونه أمامكم واضحا في الصورة، نحط رحالنا بعد رحلة تصوير دامت ليومين في محافظتي صنعاء ومأرب. إذن مشاهدين الأعزاء نلتقيكم بمشيئة المولى عز وجل في حلقة الأسبوع المقبل، إلى ذلكم الملتقى، هذه تحياتي أنا محدثكم حسني محمد النجدي وتحياتي طاقم العمل، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله.